تفضل. أجدد تحياتي إليك وإلى مشاهدي قناتك الكريمة قناة اليوم. ذكرت حضرتك أنها محاولات وما زالت تبقى في دائرة المحاولات. الإسرائيلي منذ 17 يوما منذ أن بدأ بهذا الهجوم البري راح يطرح مصطلحات جد كبيرة عالية في العلم العسكري، طارة من قبيل الاجتياح وطورا من قبيل التوغل. حتى الآن الإسرائيلي بعد 17 يوما، وأنت تتحدثين يعني عن هذا الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، أنا لا أتي بجديد إذا قلت لأن كل قوة الولايات المتحدة وعتادها وسلاحها وتكنولوجياتها هي بيد القوات الإسرائيلية، ومع ذلك الإسرائيلي بعد 17 يوما لم يستطع أن يسيطر على قرية واحدة حدودية. هو عد إلى ذلك يعني باعترافهم هم وباعتراف كل الخبراء العسكريين 5 فرق، وتعلمين أن كل فرقة يعني تساوي ما لا يقل عن لواءين أو أكثر. وحتى الآن على الأرض المقاومة في لبنان تبدي مقاومة قل نظير، وهذا الواقع بشكل سريع يعني قراءة بانورامية سريعة لما يحدث الآن. طيب دكتور يوسف، يعني إلى أي مدى حزب الله سيكون قادرا على هذه المجابهة؟ يعني ذكرنا بأنها تبقى محاولات إسرائيلية إلى الآن، لكن ربما هذه المحاولات تتطور إلى أبعد من ذلك ويكون هناك توغل بري على الحدود. يعني إلى أي مدى حزب الله يستطيع هذه يعني يستطيع أن يقاوم ويملك القدرات الكافية اليوم لصد جميع المحاولات الإسرائيلية؟ حتى الآن التجربة تقول بأن الإسرائيلي لو كان يقدر، لو كان يستطيع من اليوم الأول أن يحسم المعركة لما تراجع. يعني الإسرائيلي هو الذي وضع أهداف جد عالية، ذات أسقف جد عالية، أقلها أنه يريد أن يفصل جنوب الليطاني عن شمال الليطاني. يعني معنى ذلك أنه يريد أن يسيطر، لمن يعرف تضاريس ومساحة المنطقة، ما لا يقل عن 1000 كيلومتر مربع. حتى الآن هو لم يستطع أن يسيطر على كيلومتر مربع واحد. طيب إذا كانت هذه التجربة مضى عليها 17 وماذا عن الخريطة دكتور يوسف التي نشرها الجيش الإسرائيلي ويتحدث فيها عن بعض النقاط الحدودية وأنه توغل بريا فيها؟ هذه يعني بالعلم العسكري لا يعني يعتد بها إذا دخل هو بعض مئات الأمطار، ولكنه سرعان ما عاد. سيدة العزيزة، هناك فرق بين أن يدخل ثم يعود وبين أن يسيطر. يعني المقاومة اليوم، أن تعلمين في العلم العسكري هناك شيء اسمه تكتيك، يعني قد تفسع له المجال، قد يدخل ثم يعود، وهذا رأيناه في الأيام الأولى عندما دخل إلى قرية العديسة دون أن تلقي المقاومة أي مقاومة، لكن في اليوم التالي دخل ثانية كرر المحاولة فسقطت له يعني مجموعة بما لا يقل هو اعترف ب20 بين قتيل وجريح. حتى الآن بناء على هذه المعطيات الميدانية يمكن أن نؤسس عليها فنقول بأن مهمة الإسرائيلي تكاد تكون مستحيلة، وقادته العسكريون الحاليون والسابقون هم قالوا بأننا، وهم لهم تجربة في اللبناني، يعني أنهم دخلوا سابقا واحتلوا سابقا هذا الجنوب اللبناني. وأيضا في مجال آخر علينا أن نميز تضاريس الطبيعة والمساحة وقوة المقاومة في جنوب لبنان تختلف تماما عن مساحة والتضاريس وقوة المقاومة في غزة. طيب دكتور يوسف، إلى أي مدى يمكن يعني أن تتطور الأمور إلى أبعد من ذلك وتخرج عن السيطرة؟ يعني صراحة هناك تحذيرات دولية، تحذيرات عربية من مخاوف اتساع هذا الصراع ليشمل أكثر من الجنوب اللبناني. أنا سأكون يعني واضحا وأتكلم بواقعية سياسية بكل منتهى الواقعية. نعم. الإسرائيلي بعد 17 يوما لم يستطع أن يحقق شيئا، لذلك أنا أتوقع أن يتمادى وسيكرر محاولاته لأنه ليس له من بد إلا أن يتابع، وإلا سيكون يعني هو وضع أهداف وتاليا حصل على هزيمة. وأضيف إليها أن الأمريكي اليوم متفق معه تمام الاتفاق في أنه يجب أن نحقق شيء في السياسة، لأنه في السياسة رغم كل الضربات التي نفذها عبر الجو واستهدف أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وقاد من حزب الله وقتل اليوم الآلاف وجرح أكثر من 10,000 من المدنيين وغاراته تطال معظم لبنان، رغم كل ذلك لم يحصل على شيء في السياسة. في السياسة أنا أقول لك واختصارا للوقت إنه لن يقبل، هو الإسرائيلي ومعه الأمريكي لن يقبل بتنفيذ، لن يقبل بعد الآن هو رأيه بالقرار 1501، إنه يريد أكثر من ذلك، ولذلك هم يطرحون بتنفيذ القرار 1559. ولكن علينا أن ننتظر الميدان. في الميدان إذا كان الإسرائيلي هو يريد ويهدف إلى ذلك
سبق وفي عمليات سابقة في جنوب لبنان على مدى سنوات طويلة أن وضع أهداف ذات أسقف عالية ولكنه لم يحققها. تسأليني إلى أين تستمر الأمور؟ أنا أقول لك بما أن الإدارة الأمريكية هي داعمة، أعتقد أننا أمام يعني ما لا يقل عن 3 أسابيع وهي موعد الانتخابات الأمريكية، سيبقى الأمر على هذا الحال ويعني للأسف أمامنا مزيد من التصعيد الكبير، وليس أمام المقاومة في لبنان إلا الصمود، وإلا لأن المعركة يعني باختصار شديد بين الطرفين هي معركة وجود. دكتور يوسف، نحن نعلم اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى مصر وكان قبلها في الأردن وأيضا لبنان وسوريا، ومن المقرر أيضا أن يزور أنقرة. هذه الزيارة وهذه الجولة الإقليمية دكتور يوسف لوزير الخارجية الإيراني، إلى أي مدى يمكن أن تجني نتائج إيجابية تتوصل ربما إلى تهدئة على الأقل في غزة وأيضا في لبنان؟ دعيني أقول لك، الإيرانيون لا يريدون أن تذهب المعركة بعيدا، وحتى يعني ما حدث اليوم في جنوب لبنان هذا التصعيد الكبير الذي بدأته إسرائيل في 23 من أيلول سبتمبر الماضي، إسرائيل ذهبت إليه. الإيرانيون في جولاتهم المكوكية، وكنتم تتابعون يعني منذ اليوم الأول لانخراط المقاومة في لبنان فيما أسمته هي جبهة إسناد، الإيرانيون كانوا دائمي الحركة في لبنان وفي المنطقة، واليوم زيارته تنصار يعني تندرج في هذا الإطار. ولكن هل يمكن أن تؤدي إلى نتائج مثمرة وتؤدي إلى تخفيف أو إنهاء هذا؟ هذا يعود إلى الاقتناع الأمريكيين ومعهم الإسرائيليين. إذا كان الإيرانيون اليوم ينسقون مع الأطراف العربية ومع تركيا وما إلى ذلك، ولكن أعتقد أن القرار النهائي في وقف إطلاق النار يعود إلى الأمريكيين. الأمريكيون واستطراداً الإسرائيليون حتى الآن لم يقتنعوا بأنهم يجب أن يوقفوا إطلاق النار. وحتى يعني بالمفاوضات، لعلي لا أكشف سرا إذا قلت لك أن اللبنانيين، السلطة في لبنان، رئيس الحكومة تصريف الأعمال ومعه رئيس البرلمان نبيه بري الذي هو يمثل حزب الله في المفاوضات وهو متفق تماما مع حزب الله، وطرحوا تنفيذ القرار 1901 تنفيذا كاملا، ولكن الامريكيين ولا اقول الاسرائيليين هم حتى الان يرفضون، انهم يبحثون عن ما هو اكثر من ذلك بكثير من قبيل انهم يريدون نزع سلاح حزب الله او ابعاده الى شمال الليطاني او اكثر من ذلك. ولهذا انا اقول الامور باقيه، ورغم هذه الحركه المكوكيه للدبلوماسية الإيرانية، لكن عند الأمريكيين حتى الآن لم يقتنعوا. ولكن ليس معنى ذلك أن الأمريكيين يريدون بالمنطقة أن تذهب كلها تشتعل المنطقة. هناك خلاف بين الأمريكي والإسرائيلي حول موضوع عن الذهاب إلى حرب شاملة، ولكن هناك اتفاق تام حول استمرار هذه المعركة في جنوب لبنان، على الأقل أنا لا أراها منتهية قبل موعد الانتخابات الأمريكية العتيدة. طب دكتور يوسف، ماذا عن الاتهامات اليوم التي تتوجه إلى الجانب الإيراني؟ يعني اليوم إيران متهمة بأكثر من جهة بأنها هي من فرطت بحزب الله، وهي من يعني ساعدت إسرائيل في تدمير البنى التحتية لحزب الله وأيضا الهيكل التنظيمي، وشاهدنا معظم قيادات حزب الله اليوم يعني قتلت، وكان آخرها يعني أمين عام حزب الله حسن نصر الله. ماذا عن هذه الاتهامات؟ كيف تعلق عليها دكتور يوسف؟ أولا هذا الإجرام طبعا أضيف عليها بأنه هذه الاتهامات أيضا تقول بأنه إيران فرطت بحزب الله مقابل مشروعها النووي. سأجيبك على السؤال. تفضل. أولا هذا الإجرام الإسرائيلي، وأنا مقتنع أنه إجرام بكل معنى الكلمة، هو بدأ منذ أن سقطت فلسطين، وأعتقد أنا يعني أقصد بدأ في جنوب لبنان، منذ أن سقطت فلسطين في أيدي الإسرائيليين، وهذا الجنوب اللبناني يتعرض لهذا الإجرام. أين كانت إيران عندما اجتاحت إسرائيل الاجتياح الأول في العام 1978؟ أين كانت إيران عندما اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان 1982 ووصلت القصة أن هناك مشروعا إسرائيليا بالسيطرة على هذه المنطقة قبل أن تكون إيران؟ أما من يقول بأن إيران تضحي بحزب الله واستطرادا يقولون بأنها تضحي بغزة، هذا كلام ليس له على الأرض ما يثبته على الإطلاق.
على العكس من ذلك، إيران منذ اللحظة الأولى لم يكن أصلا لديها لا مشروع نووي ولا ما إلى ذلك. منذ انطلاق ثورتها الإسلامية في العام 1979 هي ناصرت القضية الفلسطينية ورفعت العلم الفلسطيني أمام سفارة إسرائيل ونكست العلم وأسقطت العلم الإسرائيلي، وكل ذلك كلفها يعني، وهي هذا الأمر في السياسة بين مزدوجين يخسرها الكثير. لو كانت إيران تبحث عن مصالحها في هذا المجال لا تركت ولما ناصرت قضية فلسطين ولما دعمت حزب الله ولما دعمت حركة حماس ولما دعمت المقاومة ككل، ولكن هذا يعني جزء من رؤيتها، جزء من ثقافتها في دعم المقاومة بشكل عام الفلسطينية والمقاومة اللبنانية. أما موضوع اغتيال الأمين العام لحزب الله فكلكم تعلمون أن إسرائيل منذ سنوات طويلة وضعت هذا الاغتيال على رأسها، يعني هي كانت شغل وشاغل اغتيال السيد نصر الله، وكيف يمكن للإيرانيين أن يقبلوا بذلك واغتيال مع السيد نصر الله أحد كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني؟ أشكرك جزيل الشكر الدكتور يوسف هزيمة، كاتب وباحث سياسي، كنت معنا مباشرة من بيروت.